التالي. أنا يظهر لي المسرح يطلب هذا المواجهة هذيك والصبر هذاك. الصبر هذاك وفن ماهوش سهل. ويتجازى العبد من بعد. بعد. يخلط وحدة وحدة لكن يخلط مليان. أي مليان. يخلط كما يجب. ويتمتع زادة بالشيء هذاك لأنه الآن وهنا نتاعنا اللي نعيشوها يوميا اللي أقتل وأصبح حي اللي المسرح المسرح هو الدنيا هو حياتك الحقيقية والله. تولي الباقي كله يولي كذب وتبلعيط ويولي شيء ما يصلحش بالحق. دونك اللحظة الفنية قال لطفي اليوسفي في لحظة المكشف أي. الفنية دونك تعيشها بالحق. السينوبسيس هذا تري جولي خاطر يعبر باختصار يعبر على على فكرة الفيلم وعلى شخصية شخصية ليليا اللي هي يدور حولها شخصيات مهمة جدا منهم أي. شخصية محسن في اللي يمثلها دور في الدورة عبد القادر بن سعيد واللي هو يعني دور أساسي اللي هو البروف دي فيلو لامي انتيم يعني اللي في فريمون لو بروفيل حسيت روعة البروف اللي مش عادي اللي ما يعني خيالي فهمت لكن في نفس الوقت انا بزوان دي سيت ايماجينير اللي باش ينزل الارض لوطا اللي هو قاعد يتلاشى واللي مش موجود خاصة في الرابور ما بين الصغار وما بين الكبار ما بين ناس الفكر وناس اللي قاعد تحب تفكر وتحب تاخذ الفكر. ليليا دونك سي بيرسوناج اللي هو اساسي اليوم خاصة بالهجمة اللي بعد الثورات العربية ولا بعد على المرأة خاصة بعد 7 ديسمبر و 14 جانفي وجمع هبطوا لا بريمير فيكتيم والسهيلة والضعيفة اللي حسبوها في عالمنا العربي الإسلامي وخاصة طول هجموا على المرأة المرأة لكن المرأة جاوبتهم في الانتخابات في الخروج للمساحات والساحات والانتفاضات والثورات والمسيرات وقالت المرأة التونسية أنا الكل وحقيقة بكل يا الولاد بكل مجامعة البلاد هذه نساها واقفة بنساها أنا جدي جيت توجور في المي دون مي فيلم لا فام ريرال جيت توجور ترافاي افيك لا فام ريرال لا فام تاع الموند بوبيلار وهي هي هي البطلة صحيح. وجوردوي أنا في سي فيلم سان نوماج للمرأة اللي قادرة باش تحمل مسؤولياتها قادرة باش تقول باش تنكس وتمشي وتعمل وتتحمل مسؤوليات قدام اي فكر ممكن يحول لها وجهتها الى ثنية اخرى الى اي سورتو سافا با بلير الفيلم نقول لك سافا ديرونجي بوكو سافا تريب بوكو ديرونجي لكن 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 هو يوري المراه كيفاش واقفه وتوقف من خلال قصه اللي هي تكون تتفهم الناس كل هي تتفهم الناس كل لكن بعدها فلسفي بعدها بسيكولوجي حلت باب كبير جايزة كمن هذه كانت بالنسبة لي أنا التو راني مراهم شوية راني ما تلاحك ما قلت التو مراهم كنت صرحت قلت أنها صدمة صدمة إيجابية قال إيجابية يظهر لي زيادة فضل كبير من فضل عند ربي وفضل كبير ياسر من محمد محمد زران مخرج كمن هذا عنده الباكراوند نتاعو وعنده دنيته وعنده إنسانية كبيرة ياسر أنا يظهر لي الفن يتخدم كان بالمحبة سينما ولا مسرح أكيد. ولا أي ولا أكيد. موسيقى ولا شيء كل شيء نتاج تجربة شاقة في فن الشعر وفن المسرح والسينما تجارب كانت كبيرة دونك تعني لي الجائزة هذه برشا برشا تعني لي تاريخ كامل تعني لي تحس الميدان كفاك بالخير تحس كاريرك تكفيت بالخير هكا تتسون اي انا الحقيقه محبه ليزارتيست ومحبه البلاد هي اللي وقفتني على سقايا ومخلتني نجم نقاوم ونجم نوقف ونواصل وما نضعفش وعندي رهانات كبيره يا